حاجة بعد الحمد لله على هذا الانتصار، انتصار رابع للتوالي. جيت سعيد بالمجهود اللي قدموه اللاعبين اليوم، قدموا واحد المجهود في المستوى. هذا ما كيعنيش باننا راه وصلنا، باقي خصنا نزيدو نشتغلوا على بزاف ديال الاشياء اللي كنا اللي ما كناش فيهم في المستوى اليوم، ولكن النتيجة كانت في المستوى الحمد لله. ثاني حاجة كنبغي نشكر هذا الجمهور الكبير اللي حج اليوم القاعة وعطى واحد الدافع معنوي كبير للاعبين باش قدروا يعطيو ديك المجهود. وبحال اللي قلتي الحمد لله باقيين دابا استرجعنا عاوتاني صدارة الترتيب. حنا كنخمو الآن مقابلة مقابلة، كنجريو مقابلة مقابلة، بطولة باقا طويلة، عاد غادي ندوزو المرحلة الثانية ديال البلاي أوف إن شاء الله، ولكن حنا ماشي مقابلة بمقابلة، كنخمو ماتش باغ ماتش. The game was fun, man. The crowd came out. There's a lot of people. It was very loud, so it was an enjoyable game. Everybody gave their all. We stuck together, and we got the job done. It feels good to always win when we play home. So I love playing in front of these fans, for sure. الشعور صراحة هو من أحسن الشعورات في العالم صراحة، حيتاش الواجب ديالنا طبعا هو نفرح هاد الجماهير ديالنا اللي كيجيو يتابعونا كل نهار. وكنتمنوا باش يجيو يبقاو يجيو يتبعونا ويبقاو يجيو يتفرجوا فينا ويشجعونا باش دائما نبقاو نفرحهم ان شاء الله، وديما اتحاد والعزل طنجاو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.